هذا السائل الذي رمز لاسمه راء عين حاء يقول: هل السترة للمصلي واجبة أم مستحبة؟ وكم ارتفاع السترة؟ وكم يجب على المصلي أن يبتعد عنها؟ وهل يجوز المشي إلى السترة أثناء الصلاة؟ اتخاذ السترة للمصلي سنة في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإن سترته سترة إمامه، وارتفاعها أن تكون مثل مؤخرة الرحل، بمقدار مؤخرة الرحل، وإن نقصت عن ذلك فلا بأس، أو زادت عن ذلك، يعني ما يقارب ذراع ارتفاع، ويقرب من السترة بحيث يكون موضع سجوده قريب من السترة ولا يكون بينه وبينها مسافة طويلة. وهذا ما يتعلق بالسترة وحكمها وكيفيتها. ولا يجوز المرور بين المصلي وبين سترته، هذا حرام وفيه وعيد شديد، والمار بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته آثم إثما شديدا. و قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي بمدافعة من يريد المرور بين يديه، فإن أبى فليقاتله، يعني يضربه تأديبا له، فإن قال صلى الله عليه وسلم: فإن معه القرين، يعني معه الشيطان، هو الذي يحرضه على المرور بين يدي المصلي. نعم.